سر المعجزات مساء الخير جميعا اسمي إيديتيان وأنا أدرس الهندسة في سنتي الأخيرة، بالرغم من أنني هندوسي كنت دائما أفكر في هذا السؤال عن الإسلام، وليس هناك أفضل من الدكتور ذاكر لأطرح عليه هذا السؤال، كما ذكرت في حديثك أن القرآن نزل منذ 1400 عام وهو أصدق وآخر الوحي المنزل من الله. لدي سؤالين لك، الله الذي يعلم كل شيء لماذا لم ينزل افضل الوحي على اول رسول منذ بدايه البشريه؟ لماذا اخذ كل هذا الوقت ليرسل هذا الوحي؟ يقصد لماذا لم ينزل القران منذ بدايه الخلق؟ سؤالي الثاني والمرتبط بالسؤال الاول هو: قبل نزول القران عاشت الانسانيه على وجه الارض منذ الاف السنين. لماذا الله الرحيم لم يعطهم هذه المعرفه والمعلومات التي اعطيت لنا منذ 1400 عام في القران؟ سال الاخ سؤالين رائعين وساجيب عنهما لقد قال لماذا الله سبحانه وتعالى انزل هذا الوحي منذ 1400 عام؟ لماذا لم ينزله منذ اليوم الاول للبشريه؟ والجزء الثاني من السؤال هو وماذا عن الناس الذين عاشوا قبل 1400 عام هل تم حرمانهم من القرآن الكريم فإذا كان الله أرحم الراحمين فكيف حرمهم من نزول القرآن سؤال جيد جدا ولأجيب عليه سأعطيك مثالاً. ابني يقول لي ابي تريدني ان اصبح طبيبا فلماذا تضعني في الروضه وبعدها الصف الاول والصف الثاني وبعدها المدرسه وبعد ذلك الكليه لماذا لا تضعني في كليه الطب مباشره اذا اردت ابني ان يصبح طبيبا لا يجب علي وضعه في كليه الطب مباشره علي قبل ذلك تمهيد الطريق له اولا يذهب الى الروضه بعدها المدرسة وبعد انتهاء المدرسة الثانوية وبعدها إلى الكلية وبعدها يصبح مهيأً ليدخل كلية الطب. كذلك الله سبحانه وتعالى عالم الغيب الذي يعلم كل شيء ويعرف طبيعة الإنسان حق المعرفة. ذكر في القرآن الكريم في سورة الرعد رقم ثلاثة عشر الآية ثمانية قال الله لكل أجل كتاب أربع كتب تم ذكرها في القرآن الكريم وهي الزابور والتوراة والإنجيل والقرآن لكن هناك العديد من الكتب لم يذكرها القرآن أرسلت للبشرية في الوحي الأول من حياة الإنسان الله سبحانه وتعالى علم أن الإنسان عليه أن يتطور فإذا أنزل القرآن منذ البداية في عهد سيدنا آدم عليه السلام علم أن البشرية لن يستطيعوا فهمه، هذا هو السبب، إن الكتب التي سبقت القرآن مثل الإنجيل وبالرغم أننا لا نؤمن أن الإنجيل هو كلام الله. ولكن بعض الآيات قد تكون من كلام الله عز وجل ذكر في الإنجيل: إنجيل يوحنا، الإصحاح ستة عشر، العدد اثنا عشر إلى الرابع عشر ان عيسى عليه السلام قال: ان لي امورا كثيره ايضا لا اقول لكم ولكن لا تستطيعون ان تحتملوا، الان واما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق، لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به، ويخبركم بامور اتيه ذاك يمجدني لانه ياخذ مما لي «وَيُخْبِرُكُمْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ كانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنَ الصَّعْبِ عَلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَهْمُ كُلِّ الْمَعْرِفَةِ». واخبرهم انه عندما ياتي الرسول الاخير هو من سيخبركم عنها، كذلك الله سبحانه وتعالى يعرف حق المعرفه متى هو الوقت المناسب للبشريه لينزل عليهم القران الكريم، وذلك كان من 1400 عام، وبالنسبه للجزء الثاني من السؤال ماذا بالنسبه للناس الذين عاشوا قبل القران ساقول لك انه اذا ذهب ابني للصف الاول فلن يعطى أن